بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم الثالث في رمضان، وما زلنا في شروط وجوب الصوم. قال: العجز عن الصيام، العجز عن الصيام مانع من وجوب الصوم. قال: فلا يجب الصوم على من لا يطيقه. من الذي لا يطيق؟ قال: الكبير. طبعا ليس أي كبير، قد يصبح الإنسان عمره 100 سنة و120 سنة وهو قادر، و150 سنة، وتقول لي واحد بيعيش 150 سنة بيقول لك إيه، صاحب متن الغاية والتقريب اللي عم ندرسكم كتاب الفقه، أبو شجاع، قاضي أبو شجاع، عاش 160 سنة. وأنا التقيت برجل في مصر، لا في جدة، مدينة الحجاج بجدة، مصري هو اسمه عطوة، تجاوز 150 سنة. طيب، لكن قد يكون عمره قد مني وما لا يطيقه، انتبهنا. فإما لكبر أو لمرض لا يرجى برؤه، أصيب بمرض وهذا المرض والعياذ بالله أكل جسمه وأكل قوته ولا يستطيع، وقال له الأطباء لا يجوز، عندك أدوية، عندك أشياء، عندك كذا. طيب، هو لا، هو عاجز أصلا يعني. قال: فلا يجب الصوم على من لا يطيقه لكبر أو لمرض لا يرجى برؤه، لأن الصوم إنما يجب على من يقدر عليه. شايف ديننا قديش حلو؟ فرض الله علينا الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، لكن على من؟ القادر، القادر الذي لا يقدر والذي يتأذى لا يجوز. أما لا يقدر لكن يقاوم ولا يتأذى، هو أخذ بالعزيمة يعني. كان الشيخ ملا رمضان البوطي الله يرحمه، الشيخ ملا معروف الأب بالنسبة لتوفيق الجد، انتبهنا، كان يصوم رمضان، وكان مثل هالوقت هذا العصر هيك يروح ولا يفطر، هي عزيمة، انتبهنا. طيب، الله يهني، كان رجلا صالحا نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحد. قال: ودليل ذلك قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وقرئ يطوقونه، في قراءة يطوقونه، نحن عندنا رواية حفص عن عاصم يطيقونه، في قراءة يطوقونه أي يكلفونه فلا يطيقونه. إذا تفسر هذه الآية يطيقونه يعني لا يطيقونه، تبانا. قال ابن عباس رضي الله عنه لما شرح هذه الآية، قال: هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. طيب، رواه البخاري. الآن انتهينا من شروط الوجوب. شروط الوجوب ما هي؟ يعني هناك أشياء تجعل الصوم غير واجب على صاحبه، سنعيدها باختصار. قال الإسلام: فلا يجب الصيام على من هو كافر في الدنيا، في الآخرة يحاسبه الله عز وجل. أما نحن في الدنيا لم يجبه الله عز وجل، يعني الكافر يحاسب في الآخرة عن الكفر وعن الفروع. ليش ما صليت؟ ليش ما صمت؟ ليش فلان بيقول له الله فلان ليش زنيت وكذا، بعيد من هون وهكذا. الشرط الثاني من شروط الوجوب، قال: التكليف. لا يجب الصوم على الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز، والمدرب على الصوم الصبي المميز. ليش؟ لأنه لا يخاطب غير البالغ، انتبهنا. وأيضا لا يجب الصوم على المجنون أو الذي طرأ عليه الجنون مدة يوم فأكثر. طيب، الله: رفع القلم عن سلاسة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، نعم، وعن المجنون حتى يعقل. أيضا قال: الخلو من الأعذار المانعة من الصوم. واحدة والله اجتها الحيضة، ايه شو بنعمل؟
من إلا لا يجب عليك الصوم، ولو جزءا من نهارا خلاص سقط، لكن عليها القضاء. الصوم تقضيه المرأة، الصلاة لا تقضيها رحمة من الله، لأنه الصلاة متكررة في اليوم، بينما الصوم مرة واحدة في السنة، وحتى هي ما حتجي حيضة، أقصى الحيض هو 15 يوم، وهذه قلة، يعني أكثر الناس من 6 إلى 7 أيام، وستة وسبعة لما غلب يعني. نعم، الإغماء والجنون. الآن ننتقل إلى شروط صحة الصوم. الآن وجب الصوم، لكن في عندي في مقابل اسمه شروط صحة. قال: يشترط لصحة الصوم الشروط التالية: الإسلام، كما أنه لا يجب على الكافر لا يصح، لو صامه لا يصح، عند الله ما بيسجل، هذا اسمه صوم رياضي، صوم طبي، لكن ما اسمه صوم إسلامي أو صوم شرعي. العقل أي التمييز، فلا يصح صوم المجنون والطفل غير المميز. هلا الطفل المميز اللي عمره 10 سنين مميز يصح، أما غير المميز لا يصح، المجنون لا يصح، لو ما أكل من الصبح للمساء بقول والله صام، لا، أصلا هو ما له عارف شو عم يصير معه. ويصح صوم الصبي المميز ويؤمر به إذا أطاق الصوم متى بلغ 7 حسب قوته يعني طاقته الجسدية، تبانا، بس هو غالبا بالسبعة يعني بيمشي الحال. نعم، وطبعا الواجب على والده أن يدربه. طيب، قال: ويضرب على تركه إذا بلغ 10 كالصلاة، قياسا على صلاة أمروهم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليهم أبناء 10. نعم، قال: الخلو من الأعذار المانعة من الصوم. هلأ الصوم واجب على المرأة المسلمة، المرأة مسلمة، لكن بسبب تلبس الحيض لا يصح، لو صام هو لا يجب فترة الحيض، تبانا، لكن لو صامت لا يصح، وهي التلبس بحيض أو نفاس والإغماء أو الجنون المطبقان بياض اليوم كله. الآن ابتداء من الغد إن شاء الله سنتكلم عن أركان الصيام، يعني شو هي أركان الصيام ما حنحكي، حنتركها للدرس القادم مفاجأة، والله يرضى عليكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.